مسألة المكروه، هل المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله هل هو من معصية الله أم لا؟ إنسان ارتكب مكروها هل يعد عاصيا أم لا؟ اطلعت على فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على أن فعل المكروه معصية، ولعل الدليل في هذا أن فيه مخالفة للنهي، فإن المكروه منهي عنه لكن ليس على وجه الإلزام، فحينما تنهى ولله المثل الأعلى تنهى عبدك عن شيء ولم تلزمه بهذا الترك، إن ترك هذا الشيء فهو محمود، وإن فعل يعد لك عاصيا في ظاهر الأمر لأنه خالف نهيك. ولا شك أن المكروه منهي عنه لكن ليس منهيا عنه على وجه الإلزام، لكن قوله عليه الصلاة والسلام هنا لا وفاء لنذر في معصية الله، إن كان المكروه كما قال الشيخ رحمه الله من المعاصي فإن هذا الحديث في ظاهره يخالف ما ذكر، لأن من نذر مكروها فإن له أن يفعل هذا المكروه مع أن الأولى تركه، والمسألة تحتاج إلى تأمل إذا وجد نص يفصل في هذا، وإلا فظاهر المكروه أنه معصية لمخالفته للنهي لكنه نهي ليس على وجه الإلزام. ومقصودنا بالمكروه هو المكروه الذي على مصطلح الفقهاء، لأن المكروه عند السلف يطلقونه ويريدون التحريم، لقول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، ومنها قوله تعالى لما ذكر محرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.